نختم مشاهدينا برسالة أحد الفلاحين من بلدية أوغرود شمال ولاية أضرار، حيث وجه رسالة للجزائريين طمأنهم بوفرة المنتوج، مؤكدا على مواصلة رفعه مع باقي الفلاحين للتحدي لأجل تلبية مختلف الطلبات التي زادت بشكل كبير خلال هذه الفترة مع تفشي فيروس كورونا. يمين بالعلمي رصد التالي. أنا وخوتي من هذا المنبر نقول لهم باللي رانا مازلنا واقفين بربي إن شاء الله، كاينين الرجال تاع الصحة وكاينين رجال الأمن وكاينين الفلاحين بربي إن شاء الله راهم واقفين مع الجزائريين إن شاء الله في المحنة هذه، رغم هذه الصعوبة اللي رانا شو اللي راك تشوفوا اللي رانا نعينوا فيها، شوف هذاك البر اللي رانا فيه والحمد لله كاين سواعد وكاين شباب مازالوا بربي إن شاء الله راهم واجدين واقفين بربي إن شاء الله الليل والنهار بإذن الله. نطمئنوا خوتنا الجزائريين، المنتوج راه كاين هنا من بين المنتوجات، مثلا انا واحد من الناس قاعد نتبرع ان شاء الله بالدليع. يلا يا سيدي.